هيا بسرعة. ماذا أصابك أيتها الفتاة الطائشة؟ لماذا ترمين الورود على الأرض؟ ألا تعلمين أن والدي الدوق الزرال أرسلها إلى النبيل شعر؟ آسفة. انتبهي جيدا. حاضر يا أنسة. أتعلمين أين النبيل؟ لا. النبيل، أتيتك بالشاي. لا أريد الشاي، كل ما أريده هو معرفة مكان النبيل شعر. سبق أن قلت لك يا سيدتي إنه في جلسة عمل خاصة مع سيد الحاكم، يمكنك احتساء الشاي والانتظار بعض الشيء. لا أريد أن أحتسي الشاي. اسمعني، لتذهب واحدة منكن لرؤية النبيل واستعجاله. لكن يا آنسة، نحن لا نطيع سوى أوامر مديرتنا. يا إلهي، إنه سخن جدا. يا إلهي، لم عثرت الورود ولتتبقى في أيضا. مضى عدة أشهر على سفر والدنا ولم يراسلنا بعد. صحيح يا جانيت، لا نعلم ما هي آخر أخباره وماذا يفعل الآن. لقد اشتقت إليه كثيرا. أرجو ألا يتأخر علينا أكثر، فغيابه هذه المرة طال كثيرا. أرجو عودته إلينا محملا بالهدايا. أثواب وقبعات جديدة، سأبعث إليه رسالة أخبره عن اشتياقي إليه. لكن لم يعد لدينا أوراق خاصة لكتابة الرسائل. وأنت ماذا تفعلين هنا يا ساندريلا؟ أليست مهمتك تأمين هذه الأشياء؟ حسنا، كما تشائين. سأشتري ورقا لكتابة الرسائل. هل علي أن أقول لك كل شيء؟ أنا وحدي التي تفكر في كل كبيرة وصغيرة في هذا المنزل. إذن أنت التي أخذت أوراق الرسائل يا كاترين. بالتأكيد. ساندريلا، قومي بتوصيل هذه الرسائل إلى البريد حالا. حسنا. كاترين، هذا لا يجوز، كان عليك أن تخبريني بالأمر. ساندريلا، عليك الذهاب حالا لشراء الكثير من أوراق الرسائل والأقلام بسرعة ولا تتأخري كعادتك. حاضر، سأذهب الآن. ترى أين ذهب شار؟ أنا أريد التحدث إليه قليلا. وبعد ذلك ركض الكلب وراء زرال نابحا. أخيرا وجدتك. إيزابيل، لا أريد أن أتحدث إليها، تكلم معها يا إليكس. شارل، انتظر. شارل، إليكس، اذهب وراء النبيل بسرعة. إذا لم تفعل ما أطلبه منك فسأطلب من أبي أن يمنعكما من مغادرة القلعة. ماذا تقولين؟ أسمعت جيدا؟ اذهب وأوقف. حاضر أيها النبيل. لحظة، انتظرني. شارل، انتظر يا شارل. انتبه لنفسك في المرة القادمة. كان بإمكانك أن تنتظرني. إلى اللقاء. لا، انتظر شارل. ترى لماذا يهرب مني؟ كنت أريد التكلم معه بخصوص حفلة البارحة، لكن لا بأس، سأجعله يندم على تصرفه هذا. يبدو أنني أهنت نفسي في السعي خلفه. سأعمل على ألا يراني بعد اليوم. إيزابيل، إيزابيل، أين أنت؟ إيزابيل، أين أنت يا ابنتي؟ إيزابيل. سيدي. ماذا هناك؟ الآنسة إيزابيل خرجت من هنا قبل ساعة وتركت هذه الرسالة. رسالة؟ لماذا يا ابنتي؟ ما الذي جعلك تهربين يا ابنتي؟ لماذا فعلت هذا؟ أخبار سيئة يا سيد الحاكم. ما الذي حدث؟ تكلم. تبدو مضطربا جدا يا زرال. إنها ابنتي يا سيد الحاكم، ابنتي إيزابيل. ماذا أصاب ابنتك؟ لقد هربت يا سيدي، هربت بعد أن تركت هذه الرسالة للنبيل شارل. سيدي النبيل شارل، أنا آسفة لما حدث بالأمس في الحفلة، لقد حاولت التحدث معك في هذا الشأن إلا أنك تهربت مني ورفضت أن تكلمني. صدقني، أنا لا أحب أن أفرض نفسي على أحد لا يريدني، لذلك
فضلت الابتعاد عن الجميع والذهاب إلى مكان بعيد. سأعمل على أن أعيش حياة مليئة بالفرح، وأرجو ألا تبحث عني. شارل، هل لديك أي تفسير؟ لا. ألا يبدو أنك أخطأت التصرف مع الأنسة إيزابيل؟ ربما، لكن الذنب ليس ذنبي. إيزابيل يا ابنتي الصغيرة، أين أنت؟ لماذا ذهبت وتركتني وحيدا؟ ماذا علي أن أفعل؟ أنا لست قادرا على التصرف أبدا. لا عليك يا زهران، سنرسل الحراس للبحث عنها في كل مكان. أما أنت فابحث عنها عند صديقاتها وقاربكم وفي الأمكنة التي تخصكم. هيا لا تضيع الوقت. أشكرك يا سيدي الحاكم، عن إذنك. شار، ماذا تنتظر؟ أسرع وفتش عنها أيضا. حسنا. يا إلهي كم هذا ثقيل. خيم الليل على المدينة وعلي أن أجد في السير قليلا. لو أني اصطحبت خادماتي معي، لكنني أعتقد أنني لن أختفي، فالجميع يفتش عني الآن. ترى ماذا فعل شار؟ سأقضي الليلة في بيتنا الشتوي. أنا جائعة فلم آكل شيئا منذ خروجي من القلعة. سآخذ هذه، سأقول لأبي إنه مدين لك بتفاحة. إنني ابنة الدوق الزرال، إذا ذهبت إلى القلعة فسيعطيك أبي ثمن التفاحة مضاعفا. ماذا تقولي؟ ها قد جئت. اعذروني، لقد تأخرت عليكم يا أصدقائي، حل الظلام وعلينا الإسراع. النجدة، انقذوني. النجدة، أرجوكم أمسكوا به، إنه لص. أمسكوا به. أليس هناك أحد يمسك باللص السارق؟ ذلك اللص سرق حقيبة سفري التي فيها جميع أوراقي الخاصة. ماذا أفعل؟ لا تقلقي يا آنسة، سيلوس أمسك اللص. هيا يا آنسة لنلحق بهم بسرعة. هيا هيا. إيزابيل، لماذا فعلت ذلك؟ هل تنتقمين مني؟ لا يمكنني الظهور بهذه الملابس في المدينة، سيعرفني الناس فورا. سأبدل ملابسي، سأعيدها إليكم لاحقا. أعتقد أننا فقدنا أثره. ماذا سأفعل الآن؟ لقد سرق حاجياتي كلها، لم أتعرض لمثل هذه الحادثة من قبل. هل أستطيع أن أطلب منك خدمة؟ نعم. أوقفي لي عربة، أريد الذهاب إلى منزلي. ليس هناك عربات الآن في هذا المكان، ولا سيما أن الليل قد حل. لكنني لم أعد أستطيع السير. أعلم هذا. هل أستطيع مساعدتكما؟ في الحقيقة هناك لص سرق حقيبة الآنسة. حظك سيء يا آنسة، فقد كان عليك أن تكوني أكثر حذرا. حظك الآن أصبح أكثر سوءا. تعالي معي. اذهبي من هنا يا طائر الحيوانات. اتركني. ابتعد من هنا. النجدة، ارجوكنا. اتركني، ارجوك اتركني. أظن أنها تختبئ في منزلنا الشتوي. إنك تؤلمني. عليكم التزام الهدوء وإلا ستندمان. أبي. هذا هو الصبي، إنه اللص الهارب. لماذا أتيت بالفتاة التي سرقت منها الحقيبة إلى هنا؟ ماذا تقول يا بني؟ هذه هي صاحبة الحقيبة؟ نعم، تعال وانظر ما بداخلها. يبدو أن هذه المجوهرات ثمينة جدا. احتفظوا بها، ولكن دعونا نرحل لنهرب. هيا بنا. هل تعتقدان أنني سأدعكما تذهبان؟ سيجعلك والدي تدفع الثمن غاليا. أنت لا تعرفني ولا تعرف من أبي. اسمع،
أنا إيزابيل ووالدي هو الدوق زارال وأنا ابنته الوحيدة. اعلموا أنكم أمام خطيبة النبيل شارل وسوف يعلن زواجنا قريبا، وهذا يعني أنني حاكمتكم الآن. هذا رائع، لدينا نبيلة جميلة في المنزل. هيا يا بوت أعطي النبيلة مستلزمات النبالة الحقيقية. حاضر. تفضلي أيتها النبيلة. هذه تليق بك كثيرا. سيدتي النبيلة تفضلي ونظفي البيت جيدا. مستحيل، أنا لست خادمة لأحد ولن أنظف شيئا هنا. اخرسي، نفذي أوامري دون تذمر. وأنت أيتها الطباخة أعدي لنا العشاء بسرعة. حاضرة يا سيدي في الحال. ماذا تعنين بحاضرة؟ لا تخافي، هيا بنا. هيا إيزابيل، أين أنت يا ابنتي؟ أين ذهبت؟ أليس هناك مكان آخر تذهب إليه؟ لا أبدا لا يوجد، كان هذا المكان هو أملي الأخير. لو قبل النبيل شارل زواج منها لما كان هذا قد حدث. أين أنت يا ابنتي؟ إيزابيل، إيزابيل. كلب سندريلا، ولكن ما هذا؟ لابد أنها قبعة إيزابيل. إذا أنت تعلم مكان إيزابيل، هيا لنذهب معا. هيا. اسمعيني جيدا، من الأفضل ألا تفكرا في الهروب وإلا قطعتكما إربا بهذه السكاكين. لا تقلق، سأحضر لكما العشاء، فأنا أحب الطهي كثيرا. هذا اللطف لا يعجبني، نفذي دون ثرثرة. سأعد لك طبقا شهيا لم تأكل مثله في حياتك، وأعتقد أنك لن تنسى مذاقه طول عمرك. تتحدثين مثل أمي. صحيح، وأين هي الآن؟ ماتت ومضى على ذلك عدة سنوات. أنا آسفة. لا تشفقي علي، هذا الأسلوب لن يدعني أتركك تذهبين هكذا. لا أفكر في ذلك، فأنا أيضا فقدت أمي عندما كنت فتاة صغيرة، ولهذا السبب أشفق عليك وأفهم شعورك جيدا. انتبهي جيدا عندما تعملين. ما بالك أيتها الفتاة، إذا بقيت تعملين هكذا فستنالين عقوبة شديدة. هذا غير معقول، إنك لا تتقنين فعل أي شيء، حمقى. هذه الفتاة لا تصلح لأي عمل. لا تقلق يا سيدي، سوف أنظف كل شيء. حسنا، بسرعة. لماذا تعملين من أجل هذين القذيرين؟ أنا معتادة على الطهو والقيام بالأعمال المنزلية، ولا أفعل هذا خوفا منهما، كما أن الطهو يمنحني الشعور بالسعادة ويذكرني بأمي. ربما. هل صحيح ما قلته؟ ماذا؟ أأنت خطيبة النبيل شارل؟ لا، كانت في الواقع مجرد خدعة. خدعة؟ يا لها من مفاجأة غريبة، لكنني أغبطك. على أي شيء تغبطينني؟ من السهل أن تفهم السبب، إن فتيات المدينة يرغبن في لقاء النبيل، وأنت بصفتك ابنة الدوق زارال يمكنك اللقاء به دائما، أليس كذلك؟ هذا ليس صحيحا، فالنبيل شار له أعماله الخاصة وليس لديه وقت كاف للالتقاء بالفتيات. إنه شاب جدي يحمل صفات رائعة أهمها الصدق والشجاعة. لكنني سمعت أنه يبحث عن زوجة، وأعتقد أنك قد تكونين زوجة مناسبة له. ولم لا، فأنت تبدين فتاة رقيقة، صدقيني. أشكرك، فمع قسوة المصادفة التي جمعتنا إلا أنها كشفت لي عن فتاة شجاعة. أنا سعيدة بمعرفتي لك. هل تعتقد أن هذه الفتاة نبيلة حقيقية؟ في حال كانت نبيلة حقا فإننا سنكسب ثروة كبيرة. سنطلب فدية كبيرة من أبيها ونهرب من هنا بأسرع ما يمكن ونعيش عيشة رغيدة في مكان آخر. هيا إلى المائدة، العشاء جاهز.
أخيرا سنأكل. منظره شهي، رائحة زكية. أنت ماهرة حقا أيتها الفتاة. حقا إنه شهي، تذوق يا أبي. أنهيت طبقي. تستطيعان أن تأكل المزيد منه، فهناك الكثير. تطبخين مثل أمي، هل أستطيع أن أناديك أمي؟ هل تسخر مني؟ أنت أيتها النبيلة، تعالي وكلي معنا، من الممتع جدا تناول العشاء بصحبتنا، هيا لا تدعي الفرصة تفتك. أنا لا أتناول الطعام مع أمثالكم. إذن ستموتين من الجوع. معتادة على الترف. ستعاقبان على كل هذا. بعد قليل سيأتي النبيل مع حراس القلعة ويخلصني. إيزابيل، أرجوك تناولي بعض الطعام، فأنا التي صنعته بيدي. شكرا. لا أستطيع أن أتناول الطعام هنا. دعيها، إذا جاء النبيل حقا خلال بضع دقائق لينقذها من براثيننا كما تقول، فستأكل في القلعة. أبي، ماذا هناك؟ تعال، جاء النبيل. إيزابيل، هل يوجد أحد هنا؟ تدرلو. إنه بيلوس. بيلوس، أجدني يا بيلوس. أيها النبيل جار، تعال وأنقذني. أغلقي فمك. أنقذوني بسرعة. كما اعتقدت تماما، سندريلا معها. هيا هيا. بسرعة يا أبي، إنه يلحق بنا. وما شكله؟ من الصعب معرفة ذلك، فالقفاز تخفي وجهه عني. نعم، إنه هو. بالتأكيد جاء النبيل شار لنجدتي. تعال أيها النبيل، أنا إيزابيل. هيا أغلقي فمك. النجدة أيها النبيل. النجدة، يا للسعادة، جاء النبيل لإنقاذي. شار، لقد خاب أملي، فهذا ليس النبيل شار. لقد أرشدني فينوس إلى مكانكما. شكرا. لم أكن أتوقع هذا. ليست هذه النهاية التي أردتها. كان على النبيل شارل أن ينقذني، لا هذا الصبي الصغير شارل. ليس من حقك أن تقولي هذا، فشارل شاب شجاع بكل ما لهذه الكلمة من معنى، وأعتقد أيضا أنه كان أكثر شجاعة من نبيلك أيتها الفتاة. ألم تتخلي عن عجرفتك قليلا؟ اقبل مني هذه الوردة، إنها تعبير عن شكري لك. إنها جميلة مثلك. تلك الفتاة طيبة جدا وتستحق حياة جميلة. نعم، سندريلا مهذبة، إضافة إلى هذا تطبخ طعاما رائعا، وتختلف عن الفتاة الأخرى المتعجرفة. تلك النبيلة ستتعب كثيرا في حياتها. هل كنت طول هذه المدة تشترين أوراق الرسائل؟ أسفة جدا، تأخرت كثيرا، لكنني أتمنى أن تكون الأوراق التي اشتريتها جيدة. نعم، ذهبت إلى المكتبة واشتريت كل شيء، لكنني أعتقد. أعطني إياها هيا. في الحقيقة أنا كنت. لحسن الحظ لدي المزيد من هذه الأوراق. تقولين إنك اشتريت الأوراق، إذن أين هي أيتها الكاذبة؟ قولي أين هي. لماذا لم تقولي إنها في السلة مع بيلوس؟ المعذرة، أنا متعبة جدا، هل أستطيع الانصراف؟ اذهبي إلى غرفتك، فنحن لم نعد نحتاج إليك اليوم. سأكتب الآن رسالة لوايت. أتساءل من أين جاءت الأوراق إلى سلتي؟ أنا وثقة أنها سقطت مني.